تندفع بهذه الصورة. 20 راس من أفراس السنتين المبتدئة في تحدي 1400 متر بحضور 8 أفراس تشارك المرة الأولى هنا. فالكري تذهب إلى السياج الداخلي في صدارة هذا الشوط، مطاردة عين محمد في المرتبة الثانية، كذلك مرادة في المرتبة الثالثة مع قدوم صالية إلى المرتبة الثالثة في هذه اللحظات، مرادة الرابعة والصدارة الفالكري هنا في دخول، ومحاولات أيضا لقدوم رحمات أيضا إلى المرتبة الخامسة مع محاولات وقدوم من الخارج، كذلك لشطحة التي تبدأ من الخارج برفقة ومحاولات الهوجة أيضا التي تظهر برفقة أليكسيس مورينو من الخارج. فالكري في الصدارة في السياج الداخلي في المرتبة الأولى، المطاردة تأتي من قبل صاليا وكذلك من قبل عين محمد هنا، المنعطف الأخير خط المستقيم. فالكري في الصدارة توسع الآن في الصدارة، بداية مراحل الحاسم، المطاردة تأتي من الهوجة في المرتبة الثانية، استحداث للقدوم برفقة صاليا في المرتبة الثالثة. هنا الهوجة تنتزع الصدارة، تتقدم بشكل رائع وجميل الهوجة بقيادة أليكسيس مورينو، تذهب إلى الصدارة والمرتبة الأولى. هنا استحداث لموسكو للقدوم والمباغتة أيضا مع شطحة في الصدارة، لازالت للهوجة القدوم، يأتي لموسكو للاندفاع على المتصدرة حتى الآن. الهوجة موسكو، الهوجة موسكو للصدارة والمرتبة الأولى. إذا موسكو تقدم نفسها بشكل رائع وجميل لابنة ساندفورد هيل للمالك سلطان مسلم عبيد أبو ثنين بقيادة المتميز طارق المنصور. مشاهدي